ولمزيد من النقاش والمتابعه ينضم لنا عبر الهاتف دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد. كل عام وحضرتك بخير واهلا وسهلا بحضرتك في هذه التغطيه الخاصه عبر شاشه اكسترا نيوز. وحضرتك بخير يا فندم. يعني مساهمة القناة في الناتج المحلي الإجمالي وأهميتها لدعم الاقتصاد المصري في هذا التوقيت. قناة السويس واحد من أهم مصادر الدخل القومي المصري، وبشكل خاص أنها من المصادر الأساسية للنقد الأجنبي. نعم. يمكن بنتكلم العام المالي الأخير 22-23 بنتكلم على 9.4 مليار دولار، وهو رقم هام جدا جدا للاقتصاد المصري، خصوصا وانه بالعملات الدولية، وبالتالي قدرة القناة مش بس على توفير ناتج محلي، انما ان الناتج ده بالعملات الأجنبية هو امر في غاية الأهمية للاقتصاد المصري، خصوصا في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار في كل الدول النامية نتيجة للأزمة المالية العالمية. أيضا قناة السويس بالرؤية الاستراتيجية للقناة عند توسعة القناة منذ 8 سنوات وإنشاء قناة السويس الجديدة، أصبحنا نتحدث عن ما هو أبعد من فقط زيادة في الناتج، وإنما نتحدث عن تنويع وللهيكل الاقتصادي المصري بالتوسع في أنشطة اللوجستيات والصناعات اللوجستية على جانبي القناة، ووجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما فيها من اقتصاديا. يا دكتور، من المتوقع أن تساهم هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القريب من الأيام، القريب ده بنتكلم عن سنوات من تنمية وإنجاز وتطوير وازدواج وحركة ملاحة منتظمة باستحداث طرق جديدة وخدمات تموين سفن وخدمات ترانزيت وخدمات شحن وتطوير الموانئ المحيطة بهيئة قناة السويس، من المتوقع أن تمثل كم في من الناتج المحلي الإجمالي المصري؟ نحن نتحدث الآن عن عائد للاقتصاد المصري يقترب من حوالي 3% من حجم الناتج القومي، ولكن أن يكون أن تكون هذه النسبة بالدولار هو الشيء الأهم من النسبة. أيضا استدامة هذا المورد وضمان نمو، لأن خطط التوسع التي حدثت في قناة السويس قطعت الطريق على بعض المحاولات لوجود طرق بديلة أو الاستثمار في مشروعات أخرى قد كان البعض يعول عليها في منافسة قناة السويس أو التقليل من دورها الاستراتيجي، لأن القناة رغم أنها ده خاصة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة وأعمال التوسعة والتعميق لقناة السويس القديمة والجديدة في الجزء الجنوبي منها، صحيح؟ بالضبط، صحيح بالتأكيد. ولازم نبقى عارفين إن إذا كانت قناة السويس بالمعنى المالي البحت كمشروع مالي له إيرادات ومصروفات تحقق فائض مالي ومعدلات العائد على الاستثمار بها كبيرة جدا جدا ومن أعلى معدلات العائد للمشروعات القومية على مستوى العالم، إلا أن أيضا ما تضيفه قناة السويس من بعد استراتيجي هام جدا للدولة المصرية على مستوى العالم، مضافا ل التنوع الاقتصادي ومساهمة مصر كمركز للتجارة العالمية ولحركة التجارة العالمية، وأمر أيضا في غاية الأهمية. ولذلك إذا كنا بنتحدث عن نسبة 3% من الناتج القومي وأكثر من 12% من دخل العملة الأجنبية في مصر، وهو رقم هام جدا خصوصا انه دائما في تزايد سنه بعد الاخرى، الحمد لله. فده دي العوائد المباشره.
طيب هنا برضو عشان أشرح للمشاهد والمشاهدة الكريمة يا دكتور اللي بيتابع إكسترا نيوز دلوقتي، إزاي قناة السويس الجديدة بكل المشروعات اللي تمت فيها من تحديث وتعميق وتوسعة وازدواج لشريان حيوي مهم مصريا وعالميا، هو منافس صعب التنافس معاه في أي طرق بديلة مزمع إنشائها في المنطقة المحيطة بمصر، خاصة مع وجود قطار كهربي حيربط ما بين السخنة أو شرق مصر وغربها في العالمين، خاصة مع وجود تطوير في موانئ متعددة في شمال سيناء وفي بورسعيد وفي السويس جنوبا. قناة السويس يمكن زي ما حضرتك ما أشرت هي لا نستطيع التعامل معها كمشروع فردي فقط يقتصر على مجرد رسوم المرور كما كان من قبل. الدولة المصرية نجحت من خلال السنوات الثمانية السابقة أنها تعيد صياغة الرؤية الاستراتيجية لقناة السويس، وأن تكون الرسوم المباشرة لعبور القناة هي واحد من روافد إسهامات القناة للاقتصاد المصري وليس الرافد الوحيد. ولذلك شبكة الطرق الموجودة والتنمية في سيناء في محافظات القناة، الأنفاق التي تمت لدعم حركة التجارة الداخلية، شبكة السكك الحديدية المتطورة، وأيضا الموانئ المصرية، كل ده بيصب في فكرة ما نسميه بالعوائد غير المباشرة لتطوير قناة السويس. وإحنا بنتكلم على مشروع حتى العام الماضي نحن نتحدث عن أكثر من 162 مليار دولار دخلتهم قناة السويس للاقتصاد المصري. لا. على مدى عمر إنشائها. لا. وهو رقم مقارنة بتكاليف إنشاء القناة وتكاليف التوسعة والتطوير هو رقم قليل جدا، وبالتالي نحن نتحدث عن معدل عائد اقتصادي وصافي قيمة مضافة للاقتصاد المصري هي بكل المقاييس تجعلها أكبر مشروع قومي في التاريخ المصري، أكبر ناتج موجود، وأكبر مشروع قومي على مستوى دول العالم. نعم، وستظل إن شاء الله بأيادي مصرية خالصة دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد قناة السويس وهيئة قناة السويس رقم صعب عالميا وإقليميا ومحليا يصعب التنافس معه كشريان حيوي ملاحي وممر مائي حيوي وملاحي بيخدم عليه العديد من الطرق المصرية في الداخل المصري والموانئ والبنى التحتية الكثيرة في خلال 10 سنوات منذ 30 من يونيو 2013 وحتى الآن 2023 يصعب التنافس مع رقم صعب عالميا، رقم بيحسب للمصريين وجهود مصر وجهود القيادة السياسية في الآونة الأخيرة للنهوض بهذا الوطن الغالي، وطن بنحميه بأنفسنا وبسواعدنا وبعملنا وباجتهادنا، وبنستمر في حمايته بالمزيد والمزيد من الجهد والعمل والكفاح في مشروعات قومية أخرى. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد.